سيب الكيان مازال في الحزب. قيد أو القيادة. لا ده شوف العدالة والتنمية كل مناضليه وقيادته ومؤسسيه وعلى رأسهم الأخ عبد الله بن كيران مكانتهم محفوظة. العدالة والتنمية عند واحد المنهج عرفه الرأي العام، عرفه من عرفه وجهله من جهله، هو أنه يختار مسؤوليه بديمقراطية داخلية مشهود بها. سي عبد الله كان أمين عام سابق ورئيس حكومة سابق، وكنت نتكلم على الصفة الحزبية. انتخبوا المؤتمر الوطني السادس 2008 وجدد له المؤتمر الوطني السابع 2012، إذا يعني ترأس الحزب لولايتين متتاليتين. المؤتمر الوطني سنة 2017 بالنظر لقوانين الحزب اختار قياديا آخر هو الأخ الدكتور سعد الدين العثماني. في ذلك كل أعضاء الحزب وكل مؤسسيه ومناضليه هم مرشحون للمهام داخل الحزب وللمهام الانتدابية. هذا قرار تتخذه بطريقة مستقلة مؤسساتنا وعلى رأسها المؤتمر الوطني بالنسبة للأمانة العامة والمجلس الوطني. وراء الناس يعرفوا تذكروا أن من مؤشرات استقلالية القرار الحزبي بالنسبة لاختيار المسؤولين ديالو سنة 2008 كنا متوجهين إلى أن المؤتمر سيختار الدكتور سعد الدين العثماني يجدد له كأمين عام. فكان النقاش في المؤتمر بعد الترشيحات وفق المسطرة المعتمدة، كان النقاش والتداول في المؤتمر، وأفرز ما لم يكن منتظرا هو انتخاب الأستاذ عبد الله بن كيران. فهذا هو العدالة والتنمية، يعني الحمد لله يعني بقواعده وبمؤسساته يختار من يراه يعني مؤهلا لمسؤولية معينة في وقت معين. الحزب هذا الموضوع يتعلق بمدينة الرباط بجماعة الرباط، وكان هناك تفاعل في هذا الموضوع طبعا داخل الجماعة وداخل فريقنا في مدينة الرباط، وكانت هناك اتصالات لغير ذلك. فالأمر ما كانش سكوت، كانت معالجة لهذا الموضوع في طرق القنوات المتاحة وبالطرق المناسبة. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.